اهلا بكم متابعين انفاسيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. مع الدخول ديال الفصل ديال الشتاء بزاف ديال الناس كيتعرضوا لنزلات البرد، وبزاف ديال الناس كيقولوا واش نديروا الفاكسان او اللقاح ديال الانفلونزا الموسميه او لا. فاليوم مع الدكتوره حسناء الجبري اللي هي اخصائيه في امراض الصدر والرئه، غنتعرفوا اكثر على الخبايا ديال هذا اللقاح، معلومات عليه، انصحوا بعض الاخطاء الشائعه حوله. اهلا بك استاذه حسناء. شكرا لشيماء، مرحبا بكم في هذا اللقاء اللي هو كنحييكم لانه لقاء مهم في هذا الموسم الخريفي، موسم الخريف الشتاء، واللي غيلقي الضوء على واحد المرض اللي كيهم الفئه العامه، المواطنين والمواطنات، بالنسبه لهذا مرض الانفلونزا الموسميه. في البدايه بغينا قبل ما ندخلوا في تفاصيل هذه الانفلونزا الموسميه واللقاح ديال الانفلونزا الموسميه، نبغيو تقربينا اكثر وتعرفينا شنو كنعنيو بالانفلونزا الموسميه. الوغ الانفلونزا الموسميه هي اللي كنسميوها بلا غريب سيزونيير، هي مرض فيروسي تعفني اللي عنده علاقه بواحد، وبلوتو السبب ديالو هو واحد الفيروس اللي كنسميوه فيروس ميكسو فيروس انفلونزي، اللي هو فيروس كنعرفوه من اعوام مديده، من عده اعوام، اللي كان عنده علاقه وكان سبب في بزاف تاع ديال لي زيبيديمي وديال لي بونديمي اللي عرفتها الانسانيه من مده من 1918. هنا كنحي لكم التاريخ شي شويه باش نهضروا على لي بونديمي اللي كانت ادت بوفاه ناس كثيره، بحال اللي كنسميوها بلا غريب اسبانيول في 1917 1918، الحرب العالميه، وموراها كانوا دي غريب وحدين اخرين، كانوا لا غريب مكسيكان، كان لا غريب دو هونغ كونغ، واخر وحده اللي كانت في لي بونديمي كانت لا غريب الى عقلتوا عليها ديال 2009 ديال 2009 ديال H1N1 الى عقلتوا عليها مزيان، انفلونزا الطيور. وهذه كلها هاد لي بونديمي اللي هضرت عليها دابا كلها عندها السبب ديالها هو هاد الفيروس الانفلونزا اللي غنهضروا عليه اليوم. دونك هو ماشي فيروس جديد، ماشي بحال الكوفيد 19 اللي عرفنا هاد عامين الاخرى، هو فيروس قديم. الوغ هاد الفيروس هذا المشكل ديالو هو انه فيروس كيصيب لي فوا ايريان سوبيريور اي كي بو الي جوسكا فوا ايريان انفيريور. ما معنى ذلك هو انه كيدير لنا واحد الرشاح، واحد الزكام في المجاري الهوائيه العلويه، واللي لا يبقى معفنه كتقدر عند سيغتان، عند بعض الناس، بعض فئات ديال الناس اللي كتقدر تؤدي كذلك الى تعفن في الامراض في القصبه الهوائيه وفي الرئه، وكتعطينا مضاعفات كبيره. هذه من جهه. من جهه ثانيه الحاجه اللي مهمه واللي عليها غناكد في هذا اللقاء هذا هو ان هذا المرض كيقدر يكون خفيف، يعني بو ايفولوي مزيان في 5 ايام ماكسيموم 7 ايام كيولى الواحد لاباس عليه، ما كاينش اشكال. دونك هذا الفيروس هذا كيقدر يتقاوم به بالمناعه العاديه ديال اي انسان، ولكن هذا الفيروس هو نيت كيقدر يجي عند انسان اللي عنده المناعه ناقصه، او لان بحال مثلا المراه الحامل مثلا في هذاك الوقت المعين عندها المناعه ناقصه، كيقدر يدير لنا مضاعفات كبيره اللي كتؤدي للانعاش، للاستشفاء والاستشفاء في مراكز الانعاش، ومرات كاريمون الى الموت. دونك هو مرض كيف ما كنقولوا خفيف، ولكن يقدر يكون مميت. والحاجه المهمه الحمد لله هو ان الفيروس احسن حاجه اللي غنقدروا نعطيو للمريض ديالنا ونصحوا بها المرضى ديالنا هو الفاكسيناسيون، هو التلقيح، بتلقيح كيتسمى لقاح ضد انفلونزا الموسميه. وبالنسبه للقاح، على سيره اللقاح، ما مدى فعاليه هذا اللقاح؟ يعني انا كاين بعض الناس اللي كيشكوا من الفعاليه ديالو. هذا كنشكرك بزاف لشيماء على هذا السؤال، لانه يعني سؤال وجيه وسؤال كيدور بزاف في لي ميديا وكيدور بزاف مع الناس ومع المرضى ديالنا فاش كيجيو عندنا في لي كونسلطاسيون، هو ان هذا اللقاح هذا لقاح فعال. انا غنفسركم علاش، لان فاش كنقولوا زكام ماشي لابد يكون زكام عنده علاقه بهذا الفيروس ديال الانفلونزا الموسميه، كيقدر يكون فيروسات اخرى اقل حده واقل ضرر اللي كتعطينا هذا الزكام. دونك هاد اللقاح هذا هو فعال الا كنا حنا كنا
تبعنا الوصايا او التوصيات العالميه والتوصيات الوطنيه للناس المستهدفه بهذا اللقاح، غنقدروا نوصلوا لواحد 60% ولا 70% ديال لا كوفيرتور فاكسينال اللي غتخلينا تحمي الناس كلهم تقريبا لا بوبولاسيون جينيرال. هذا هو الهدف الاسمى، هو ان نوصلوا لواحد 70% ديال لا كوفيرتور فاكسينال اللي غتخلي لنا الناس كلهم محميين من هاد انفلونزا الموسميه ومن المضاعفات ديالها. الوغ من ناحيه الفعاليه دونك هذه قلت لك الا كنا حنا تفاكسينينا بواحد الطريقه معينه وبواحد الطريقه موسميه، غنقدروا نلقاو فعاليه في هاد بان الناس اللي عندهم مناعه ضعيفه ما غي يحتاجوش انهم ما غيمرضوش. هذه الاولى بالانفلونزا الموسميه، يقدروا يمرضوا بامراض اخرى، هذه نهضروا عليها من بعد في السؤال اللي جاي من بعد، او نقدروا لا كوفيرتور فاكسينال تكون ماكسيمال، ونقدروا اوسي نحددوا ولا نيفيتيو كاريمون لا روسبيتاليزاسيون للاستشفاء ديال هاد الناس. واللي كيقول استشفاء كيقول ليكونومي دو لا سونتي، يعني غنحتاجوا عاوتاني مسائل ماديه اكبر، غنحتاجوا انه خصو ياخذ واحد السرير ويقدر الله يحفظ يتضاعف، ونقدروا يوصلوا عاوتاني الحوايج اللي كتكلف اكثر اللي هي لوسبيتاليزاسيون في لي ميليو دو ديال الانعاش، والله يحفظ الله يحفظ غنتجاوزوا لو ديسي، غنتجاوزوا الموت الوفاه بمرض اللي نقدروا نتفاداوه بهاد لا فاكسيناسيون وبلا هاد اللقاح الموسمي. دونك هو فاكسان فعال. اللي غناكد عليه سي كو ان فاكسان كيف ما قلت لكم لي بانديمي اللي كنا عرفنا في 1917 1918، يعني راه اكثر من قرن من الزمان، والفاكسا هذا عنده على الاقل 50 عام ديال الوجود. يعني هو 50 عام وهو حنايا عندنا دي زيتود على يعني دراسات عليه وعلى الفعاليه ديالو وعلى شنو كيعطينا ك زعما تقليص المرض تقليص الوفاه بسبب الانفلونزا على الصعيد العالمي. يعني 50 عام تبارك الله راه ماشي عام عام، ماشي فاكسان جديد وعارفين الفعاليه ديالو، ما عنده حتى شي ضرر. شرتي الفئات المستهدفه، شكون هي الفئات اللي لازم انها دير الفاكسان باش توقي نفسها؟ هاد كيف ما قلنا لا غريب سيزونيير نقدروا نديروها حنا كاملين كادولت. الو غنبداو بالفئات المستهدفه اللي هي فئات استهدفت عن طريق بحوثات عالميه اللي خلات اللي وراتنا بان هاد الانفلونزا الموسميه كتكون خطيره عند هاد الناس وماشي عند هاد الناس. الوغ شكون هما هاد الناس اللي خصهم يستهدفوا بهاد التلقيح؟ هما اولا اي انسان عنده من 6 شهور الفوق، اي واحد اي انسان عنده 6 شهور والفوق، من هوات الاطفال اللي عندهم امراض مزمنه. شنو معنى بالامراض المزمنه؟ تقدر تكون امراض السكري، امراض الغدد، امراض الصدر والرئه بحال دابا اللي كنسمعوا بمساله الضيقه لازم لا بي بي سي لي برونكوبنوباتي كرونيك اوبستركتيف اللي كنسميوها بالدارجه الضيقه ديال مالين الكارو، الامراض ديال اللي عنده فشل رئوي، اللي عنده فشل كلاوي، اللي عنده امراض عندها علاقه مع القلب، حتى هادو مستهدفين بزاف وكيديروا بزاف انفلونزا انفلونزا موسميه خطيره، اللي عنده لا طونسيون ارتيريال لي بيرتونسيون ارتيريال حتى هو مستهدف، اللي عنده المالادي الامراض مزمنه ديال القلب، القلب عيان ولا انسيزونس كاردياك ولا فشل قلبي ولا خاصو يدير هذا. وحاجه اللي مهمه، الناس اللي مثلا كبار اللي عنده حتى شي حاجه من هذا الشيء مي غير لو فات انه فايت 65 عام فالجهاز المناعه ديالو كيكون ناقص، دونك مستهدف بالنسبه لهذا التلقيح. دونك 65 عام الفوق كلكي سوا واش عنده ولا ما عندوش مرض مزمن خاصو يستهدف خاصو ياخذ هذا اللقاح. وحاجه اخرى، عندنا الامراض، عندنا النساء الحوامل، نساء الحوامل هذه مهمه، نساء الحوامل يقدروا يتفاكسينوا بلو فاكسان اونتي غريبال اللي عندنا على الصعيد الوطني في اي تريمستر ديال الحمله ديالهم، في 3 شهور الاولى و 3 شهور الثانيه و 3 شهور الثالثه ما كاينش مشكل، ما عندوش تاثير على الحمل وغيحميها، لان شفنا نساء حوامل اللي توفاو بسبب انفلونزا الموسميه الوغ كان خصها تقدر تكون دير الفاكسان ديالها وتحمي راسها وتحمي الوليد ديالها. وكاين الفئه الاخرى المستهدفه بالتلقيح، هناك الناس العاملين في الصحه اللي هما الاطباء والمساعدين الاطباء ولي زانفيرميي لو بيرسونيل باراميديكال لي كيني اللي عنده علاقه مع الطبيب. علاش؟ حيت انايا الا مرضت
واخا انا عندي اونيمونيتي نورمال ومزيان وغنتجاوب مع هذاك المرض، ولكن غدا وبعد غدا راه غنتلاقى مع مرضى جاو لي، دونك نقدر نلقي لهم نقل لهم هذاك الفيروس بدون ما نحس. دونك خصني نكون انا ملقحه باش ما نوصلش من كونتامينيش هاد الناس هادو. والناس اللي عندهم علاقه مثلا في الدور العجزه مثلا، فيها بزاف تاع الناس كبار في السن، هادو بالضبط خصهم يكونوا مستهدفين باللقاح. اللي بغيت غير اونتر بارونتيز حيت ما فسرتهاش توتالور، هو ان الانسان فاش كيكون حامل للفيروس كيقدر يبدا يكونتاميني الناس اللي معاه واحد 24 ساعه قبل، هو ما عارف والو، مازال ما حاس بوالو. ديك 24 ساعه ديال لانكوباسيون ديال لانفاسيون ديال لو كريب، كنقدر انايا نمشي عند الوالدين ديالي اللي كبار في السن، نقدر نتلاقى معاهم نقل لهم المرض. دونك خص فريمون الحذر الحذر. اللي خصني ناكد عليه هو ان اي واحد عنده زكام ما غنقدروش نعرفوا بالضبط واش عنده انفلونزا موسميه ولا حوايج اخرى، او موا يلتزم بانه يدير الحواجز اللي درناها في الكوفيد اللي تبعناها وكانت عندها افي، عندها واحد مفعول كبير وجبار، اللي هو لو بور ديال لو ماسك شيرجيكال، غسل اليدين، المشوار فاش كنغسل فيه كنلوحو في لابوبيل ما نلوحوش في هذا، ما كنبصقش في الارض، هادو كلهم مسائل. ونبقى ملتزم بالعزله على الناس اللي يقدروا يكونوا مرضوا بهذا المرض، باش يكون مع اللقاح نقدروا ان شاء الله نقصوا من حده ديال هذا المرض عند هاد الناس هادو. في السنوات الاخيره، هاد السنتين الاخيره واكثر كاع، عشنا على وقع واحد الازمه عالميه صحيه اللي هي كوفيد. فبالنسبه للقاح ديال الانفلونزا الموسميه، واش ما كيتعارضش مع اللقاحات ديال كوفيد؟ سؤال وجيه لانه جيد، لان غنهضر لكم عن سولون لي ديرني ريكومونداسيون ديال لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي، انها ريكومندات من نهار اللي بدينا لا بانديمي ديال كوفيد 19، لان هادو جوج فيروسات يقدروا يتكو انفكتاو، يقدروا يصيبوا لنا مريض واحد. اليوم عندي الكوفيد نقدر بديك المناعه اللي هابطه وصابت بداك الفيروس ديال الانفلونزا الموسميه، يقدروا بجوج بهم يكونوا كيمرضوا الانسان في نفس الوقت، يعني سكون ابي لا كو انفكسيون اونتر الفيروس ديال الانفلونزا ولو فيروس ديال السارس كوف 2. وكيعطيونا اكيد، لان هاد جوج فيروسات راه عشناهم كاملين، هاد جوج فيروسات مميتين، دونك غيعطيونا حده ومرض اكبر اخطر، وغيعطينا غيطلع اون فيت غي اوغمونتي لنا النسبه ديال الوفاه الله يحفظ بهاد الفيروسات. دونك هما جوج الفيروسات اللي يقدروا يعيشوا في نفس الوقت عند نفس المريض، ياك؟ دونك خصنا نفاكسينوهم، خصنا نديروا الفاكسيناسيون باش ليهم جوج، لان الحمد لله الفاكسان ديال الكوفيد موجود والفاكسان ديال الانتي غريبال ديال الموسميه حتى هو موجود. دونك لا ريكومونداسيون اللي خصنا نعرفوا وتعرفها يعرفوها الناس، هو ان ما كاينش تعارض بالكل. يكفي ان التوصيه دابا كتمشي ان في نفس الوقت اللي غنمشي عند الطبيب باش ندير الفاكسان ديالي ديال الانفلونزا الموسميه، غنقدر ندير الغابيل ديالي ديال فاكسان الكوفيد. الحاجه الوحيده اللي خصني نلتزم بها هو ان واحد خصو يكون في جهه والاخر في جهه اخرى، دو سيت ديفيرون، مي سينو في نفس الوقت ما كاينش تعارض نهائيا. هذا كيخدم على المناعه ضد الكوفيد، والتلقيح ديال الانفلونزا الموسميه كيخدم على الحد من الانفلونزا الموسميه. دونك بالعكس خصنا نتفاكسينا، وسورتو هاد وهما عندهم لي ميم نفس التوصيات اللي عند لا بوبولا ديال الانفلونزا الموسميه، دونك خصنا نفاكسينوهم بلي دو. في الاخير ما كرهناش اننا نصحوا بعض المغالطات اللي مطرحه حول هذا الموضوع او حول هذا الفاكسان ديال الانفلونزا الموسميه. فمجموعه من الناس كيقول لك انايا درت الفاكسان ولكن تصبت بالانفلونزا، دونك علاش درتو؟ صحيح، لانه كيف ما قلت في الاول، هاد الانفلونزا الموسميه عندها علاقه بواحد الفيروس اللي كيتسمى ميكسو فيروس انفلونزا، هو واحد من ملايين تاع الفيروسات. غير هو هاد الفيروس ميكسو فيروس انفلونزا فاش كنديروا ليه الفاكسان غنقصوا من الحده ديالو وما غنوصلوش الله يحفظ الوفاه، يقدر يجي الغريب خفيفه. اللي خصنا نعرف هو ان الفاكسان، وراه غيكونوا عارفينها الناس كاملين، هو الفاكسان ديال الانتي غريبال فاش كيجيو عندنا الناس كنقول لهم بلاتي حتى يخرج الفاكسان الجديد. علاش؟ حيت هاد
الفيروس كيتبدل وكيتحور كل عام كل عام كل عام. وحنا على حساب لي زيتود اللي كيكونوا داروا في لي سونتر دو سورفيانس سنتينيل في العالم كنعرفوا شنو هو الفيروس اللي كان داك العام غالب اللي يقدر هو اللي يكون غيتجحنا وكنشوفوه وكان فيت. هذه المنظمه العالميه ديال الصحه هي اللي كتبرمج لينا شنو هي لا كومبوزيسيون ديال هذا لو فاكسان وهي اللي كتخلي هذا الفاكسان هذا كل مره كيتبدل. دونك فاش كناخذ انا الفاكسان ديال هذا العام اللي فيه الحمد لله دوبي دابا 2020-2021 في المغرب عندنا الفاكسان كوادريفالون سيتادير ان فاكسان تيترا سيتادير الفاكسان كيحمينا من ربعه تيب ديال الفيروسات ديال الانفلونزا الموسميه. دونك هاد ربعه لي تيب الى انايا جا هذاك العام فيه فيروس اللي ما كاينش في الفاكسان نقدر نمرض به فعلا. الى جا فيروس موالم مع هذاك اللي كاين في الفاكسان غنقدر ما نمرضش نهائيا. الى انا درت غريب اللي عندها علاقه مع فيروسات اخرى لاقل ضرر بحال لونتيرو فيروس لادينو فيروس لو فيروس ريسبيراتوار سينسيال اللي كيتصابوا بهم بزاف الاطفال اللي ما عندهاش ما غتهبطش دير ليا في الصدر ما غديرش ليا مرضي صعيبه اللي غتقدر توصل الله يحفظ لا ديتريس ريسبيراتوار ولا الموت. دونك هنا الفاكسان ديالي راه حاميني من الفيروس ديال الانفلونزا ولكن الفيروسات الاخرى ما عندوش علاقه. حنا كنهدفوا الانفلونزا الموسميه باش ما نوصلوش يصل لوسبيتاليزاسيون ونوصلش للوفاة. ومن اهم المبررات اللي كيعطيوها الناس باش ما يديروش الفاكسان هو ان انايا خايف من الاعراض الجانبيه. فشنو تقدر تطمئنيهم وتقول لهم شنو هما يعني تحدي هاد التخوفات ديالهم فشنو تقدر تقول لهم في هاد القضيه؟ الوغ فيروس ديال التلقيح ضد فيروس انفلونزا هو تلقيح امين. انا غنقول لك واحد 95% تبقى 5% اللي يقدروا شنو غيديروا هذوك الناس 5%. علاش امين؟ بعدا قلنا بانو سي ان فيروس اللي تبارك الله عنده بلوس كو 50 عام ديال الوجود 50 عام هو كاين هو كيتفبرك هو كيتقاد. دونك عندنا دراسات شامله على هاد المسائل على جميع الجوانب ديالو لا ليفيكاسيتي على واش المدى الفعاليه ديالو على المسائل لي زيفي سيكوندير ولا لي زيفي الجانبيه الاعراض الجانبيه. الوغ الاعراض الجانبيه اللي تقدر تجينا هو انه تقدر تكون احمرار في البلاصه اللي كان فيها كدرنا البلاصه اللي كان فيها التلقيح كتكون احمرار كتولى كدرنا كتكون انتفاخ سخونيه في هذيك البلاصه. تقدر طلعنا عند شي ناس كتطلع شويه السخانه وهذا كيعني بان جهاز المناعه راه كيتجاوب مع هذاك الفيروس باش يصوب لنا مناعه ضد هذا فيروس الانفلونزا. ما كايناش شي اعراض اللي خايبه ولا كبيره اللي كتخلينا كاع اننا نقولوا هذا الفيروس لا ما نديروش لدرجه انه سيغ كنقدروا نعطيوه للمراه حامل باش تعرفوا بانه فيروس بانه فاكسان بانه تلقيح اللي هو امن. ما يمكنش نعطيوه للمراه حامل حاجه اللي غتصدر اللي غتعطينا ما هي اعراض جانبيه خفيفه وطريفه ما فيها ديال اي تلقيح ما فيهاش اشكال. شكرا بزاف على هذا الوقت اللي عطيتينا. مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا اليوم على امل ان نتلاقاوكم في لقاء جديد ومع موضوع جديد وضيف جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.